اطلع محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل على الواقع الصحي والتربوي والخدمي في ناحية النهرين جنوبي المحافظة. وأكد محافظ صلاح الدين أن خدمة المواطنين تحظى بأولويته الشخصية، ويجب التزام مديري الدوائر بتطبيقها ضمن أساسيات البرنامج الحكومي، مشيدا بروح المسؤولية التي يتمتع بها أهالي الناحية وتعاونهم مع القوات الأمنية التي عززت حالة الاستقرار والسلم الأهلي فيها.